الكثير يخلط بين قهوة وفنجان وأفكار فهد وبس دقيقة، مع أن الفرق واضح. بس دقيقة برنامج يومي في شهر رمضان، وأفكار فهد برنامج موسمي منوع ينزل في الضرورة فقط. أما قهوة وفنجان فالذي ما أقدر أقوله من أفكار فهد في بس دقيقة راح ينقال هنا. ما علينا، كل واحد يجهز القهوة والفنجان، وهذه المرة الأولى والأخيرة التي يمكن أظهر فيها. نشوفكم هناك في كوكب أورانوس. أبسط تعريف للوهم هو أن الوهم هو تشوه يحدث للحواس وتكشف كيف ينظم الدماغ ويفسر الإثارة الحسية. وعلى الرغم من أن الأوهام تشوه الحقيقة، يتشارك فيها عادة معظم الناس، وتؤثر الأوهام عادة على حاسة الإنسان أكثر من رؤيته. بينما يعد الخداع البصري أكثر أنواع الوهم شهرة وتفهما، ويأتي التركيز على الخداع البصري من أن حاسة البصر تسيطر على الحواس الأخرى في معظم الأحيان. ونركز شوي على المشاركة بين أغلب الناس، وهو مدخلنا وسبب الفنجان الثالث، لأن الوهم أصبح صناعة رائجة لها زبائن ومسوقين ورعاة على مستوى الأفراد والحكومات، لدرجة إن الحين في جامعات عملت تخصصات للوهم. ويمكن ترجعون للفنجان الأول واللي تكلمت فيه عن الشهادات الوهمية قبل 4 أشهر من الآن، يومها ما حد صدق السالفة. أما الحين فكل واحد يحس نفسه جايب شهادة وهمية راح يتحسس، ويمكن يرفع على الناس قضايا قذف. للوهم تجار وبأسماء متنوعة، مؤثرين، مدربين تنمية بشرية، أخصائيين طاقة إيجابية، وعاد نشوف من ضمنهم علماء دين. لكن كلكم وسالفة نخبة الناشطين في التواصل الاجتماعيكم، الوضع صار مضحك أكثر مما هو يبكي، لدرجة أن تشوف شخصية من هذيلة بدون محتوى هادف أو إيجابي وهو يتصدر العناوين. ويمكن هذا الفيديو الذي عرضته قناة ABC الأمريكية يشرح الكثير، وكيف أن الأساليب الوهمية ممكن أن تربح الاستغلاليين على حساب الحمقى. وقلنا لكم يا حمقى لا تجعلوا من الحمقى مشاهير. Making headlines by the chain Payless Shoes. They held a grand opening of a luxury store with a different name but the same shoes and charged hundreds more for those same shoes. Customers paid. Here's ABC's Kana Whitworth. Behold, Palessi. We built a fake luxury store in Los Angeles and filled it with Payless shoes. The guests at our grand opening party had no idea. Guests invited to check out what looked like a luxury shoe shop. They're elegant, sophisticated. I just think it's so classy. And I could tell it was made with high quality material. A $35 shoe going for $645, an 1800% markup. Store owners sat on their heels as fashion influencers emptied their wallets. I would pay $400, $500, yeah. People are going to be like, where'd you get those? Those are amazing. Then they're let in on the prank. These are actually from Payless. You've got to be kidding me. Shut up. Are you serious? But those shoppers were refunded their money and they got to keep the shoes. David, Payless calling it a provocative social experiment designed to challenge today's image-conscious culture. Either way, it was an effective PR stunt. Yeah. David. Clearly a marketing ploy, but they paid. شخصيا لست ضد أي أحد يحب أن يكون مشهور، بيني وبينكم ما ضدهم أنا، بس من المفترض أن تكون هناك قوانين. ومن فترة تواصل معي شخص يشتغل في جهة حكومية يريد ينظم فعالية توعوية، وطلب مني أرقام ما يسمون بالمؤثرين. الغريب أن تواصل مع ناس أفضل ما قدموه هو الهز على أنغام شاكيرا، مع الاعتذار للمناضلة الكولومبية. وقبل كم يوم شركة خليجية بالتعاون مع الطيران العماني جايبين شوية مؤثرين علشان أوبريت للعيد الوطني، ويا ليتهم جايبين مايا خليفة على الأقل يقولوا عندنا ذوق، يعني ما كذا يجيبون أي حد. ما علينا،
المشكلة تكمن في أن هؤلاء يتم تسويق لهم وتحصل كثير من الناس تتخذهم قدوة، وهنا الخطورة في الموضوع يا جماعة. وهذا يقودنا إلى موضوع مهم بدأ يظهر للسطح، وهو الإعلام الإلكتروني، واللي تبنته المؤسسات الإعلامية حول العالم، وهي فكرة ممتازة. بس يا جماعة الخير، ما يستوي تشارك في الفورمولا 1 بكرولا موديل 77، فلا الأدوات اللي عندنا ممكن المنافسة، ولا العقلية اللي تدير العملية أساسا تعي مفهوم الثورة الصناعية الرابعة. كل اللي يفهمه معظم المسؤولين هنا إن الإعلام الإلكتروني هو شوية واتساب وتويتر وفيسبوك ويوتيوب، وفي الأغلب اللي يروج لهذا الموضوع جاي بسبب الشهادات الوهمية، ويعتمد على مبدأ القص واللصق. وفي عالم متروس حسابات وهمية، إيش اللي يضمن لنا إن الإحصائيات دقيقة؟ أريد جواب مقنع. يعني لا تستغرب إذا شفت مذيع ما يعرف الفرق بين الضاء والضاد، أو إنه ما يعرف يفرق بين جلسة الرغود والحديث أمام التلفزيون أو الميكروفون، لأنه واهم وعايش الوهم، وفي الغالب بسبب توظيفه كان يعني عدد المتابعين في تويتر وأغلبهم وهم مثله، صدق الكذبة كذب الكذبة وصدقها. وما محتاج أني أذكر لكم دول في العالم قريبة وبعيدة اشتغلت على هذا الوهم وما قدرت توصل لبعيد. يا جماعة الموضوع أكبر من احنا ناخذه بشوية واتساب وأشياء ثانية. اصحوا. اللي يصير يشبه بشكل كبير اللي حصل للراب، واللي كان في بداياته أو آخر سبعينيات القرن الماضي عبارة عن اسمه إيقاع وشعر، Rhythm and Poetry. ورغم تعدد مواضيعه إلا أنه حافظ على شكله الأساسي، وهو مناقشة قضايا المجتمع. يتابع نفس الفن حاليا بيشوف أنه فيه الكثير من الإسفاف، ومجرد رص كلمات وفوضى، ونحن نتكلم عن مجتمعات غربية. ويمكن هذا ملاحظ في النتاج الموسيقي العربي، نفس المضمون والفكرة يمكن ملاحظتها. الناس بدأت تحن للموسيقى العربية التقليدية، الشكل التقليدي، التخت الشرقي، وهذا سببه هو فراغ المحتوى. ما في عندنا أو عند هؤلاء الوهميين ما يقدمونه، فقل الإبداع، والأكيد تغيرت مفاهيمه. ولا يجي حد يقول لي انه تغيرت الاذواق، الاذواق ما تتغير، بس احنا لحد الحين ما عارفين ايش الرد. وانت تشرب قهوتك من الفنجان تذكر ان هذا الكلام كله وهم في وهم، وبما اني من كوكب اورانوس فما لي دخل فيكم، عساكم ما فهمتوا شيء. البر البر البر، نلقاكم على خير.